مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء القليلة والنادرة الوجود، ومن الناس من يحبون تسمية أولادهم بمثل هذه الأسماء التي تكون مميزة وفريدة وذات معنى قيم وراقي. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم شيريهان. شيريهان اسم علم مؤنث من أصل تركي مغولي، أصله شيرينهان، وهو اسم مركب من كلمتين وهما شيرين ومعناه الحلوة، جميلة الطلعة، بهية الهيئة، كاملة الحلاوة واللطافة، وهان والذي يعني الملك أو الأمير، ويطلق على المذكر والمؤنث، أصله خان، والعثمانيون يلفظون الهاء خاء، وشيرينهان تأتي بمعنى الأميرة الحلوة أو حلاوة الأمير، كاملة اللطافة والحلاوة. وقيل أيضا أنه مركب من شيري وهي المحبوبة باللغة الفرنسية، وهان وهو الملك أو الأمير باللغة التركية، والتي تعني محبوبة الملك أو الأميرة المحبوبة. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة دؤوبة ولا تهدأ حتى تتحقق رغباتها، شعلة ذكاء وصاحبة جراءة واضحة يشعر بها الآخرون بكل وضوح، سخية النفس ولها أسلوب هجومي وشجاعة في مواجهة المواقف، تحب السهر والفرفشة مع الأصحاب، لا تعرف كيف تمزح ولا تحب المزاح، لديها خصلة التجميع المالي لكنها من النوع المنفق بشكل كبير. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم شيريهان؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.